هذه كانت آخر رسالة يرسلها القاتل للضحية إيمان الرشيد في الأردن. بكرة راح أجي أحكي معك، وإذا ما قبلتي راح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم. بعدها راح فورا للجامعة واخترق أمن الجامعة وهو مع سلاح. طبعا هو نفس الشخص اللي أرسل هذيك الرسالة اللي في البداية، وقابل الطالبة إيمان الرشيد لكنها رفضت تتكلم معاه. قالت له إبعد عني ما بدي أحكي معك. فالقاتل عصب عليها وبكل اختصار طلق عليها 5 طلقات مما سبب في وفاتها فورا. وبعدها القاتل قدر يهرب من الجامعة وما حد قدر يمسكه من الأمن لأنه هددهم بالسلاح. ادعوا لها بالرحمة الله يرحمها. ولا إشي، ما شفت بنتي، شفتها ميتة. أنا دخلت على الطوارئ لقيت بنتي ميتة، بس شفت دمها معبي الطوارئ بابن العيثم، بس دمها معبيها. إذا مسكته أنا بقتله، أمين بسبق الدولة ولا أنا؟ أنا شرطي، مسكوا الدولة هم أضربيه، أنا مسكته بذبحه.